أمن قال الكلمتين في التلفزيون المصري ومشي. فين من الساعة عايز حاجة ضبط ولا في غواصين؟ ده فين الأنشاب بتاع الجيش؟ فين الإنقاذ السريع؟ فين؟ مفيش طيارة حتى تلف تشوف أي حاجة؟ على كشافات مراكب بتاع صيادين بتطلعوا مركب الله أعلم كان فيها 50 كان فيها 100 كان فيها 200. المراكب الرحلات دي طول عمرها عندنا عارفين بعدها بتوصل 500 فرد أسر. الشعب اللي هو تحت الأرض، الشعب اللي مش لاقي مش لاقي اي حد يسأل عليه. رسالة لكل من هو مسؤول من رئيس الجمهورية السيسي لمحلب لأي وزير يتقي الله. الناس دي محسوبة عليك، ما اتحاسبتش النهاردة. ربنا يحاسبك. في ملك والملك هو الله، الملك هو الله. وانا بقول الرسالة على مسؤوليتي انا الشخصية، انا خالد عبد النبي وشهرتي خالد أنوس، وانا لا يعيب الا الله. انا خرجت فوضت السيسي وخرجت انتخبت السيسي وخرجت عملت البعض. حزب الله، حزب الله نعم الوكيل في كل مسؤول في البلد. استاذنك اللي بتصور لحظه وانت بتصور كده بعد اذنك يا كابتن، صور الحدث بعد اذنك. صوروا ده، صوروا بقى، صوروا ده. لو